عندها غير خوها واحد، عندها جوج. لا لا عندها خوت، عندها خو اخر واحد. ايه عندها جوج دراري وبنات. بنات اختي هذه انا كنعرفها، هي عندنا في الدور. صافي هي اللي كتعرف، هي انا اللي كنعرف. واه شوف راه ديال صيفطو. اه درت سعاد نشوف. ايه صافي اش باغي دابا عاد جاي عندها؟ اه جاي لهنا. شحال سكنات معاك تماك في الدوار؟ في الدوار ياك هي بيها. هي انايا اللي سكنت، انا اللي سكنت تما، كاينه عندي دابا 11 عام. 11 عام وهي مسكينه تما كاينه. انا بعدا انا اللحظه اللي سكنت 11 عام عندي. ايه هما يعني هما من الناس الدوار. ايه هما يعني من الناس اللي هما اصلا انت كنت تزوجتي تماك ومشيتي؟ لا لا ماشي تزوج، انا كنت كاريه هنايا وشريت تما كاينه عندنا في الدوار، يعني كانت كنعشوائي يعني حيت لما نضرو مشينا تما. ولكن كتعرفوا كتمشيو عند بعضياتكم وكتجيو عند بعضياتكم. جارتنا كنعرفها عز المعرفه، انسانه الله يعمر ليها الدار، ظريفه ما تهزش فيك الراس حتى بالزربه، انت كمراه وكم بحالك بحالها وما تشوفش فيك حتى بالزربه. زيد حدايا اختي. اييه حبيبتي. مشاهدي قناه شوف تي في مرحبا بكم مجددا في هذا البث المباشر والمؤلم اللي والمفجع اللي مازال كنشوفو، يعني اخ كيصف فيها الاخت ديالو بدم بارد، الاخت ديالو اللي كتبلغ في العمر ديالها ما بين اللي كيتراوح العمر ديالها ما بين 30 سنه 32 سنه، يعني شابه والده عندها ثلاثه ديال الوليدات، كانت كتعيش مع الزوج ديالها، وقع واحد الخلاف مع الزوج ديالها، اي زوجه كتغضب اي زوجه كتجي للدار ديال والديها واحد المده كتجلس، نتوما عارفين هذا الشيء. حتى وقع مشاهدي قناه شوف تي في ما لم يكن يعني متوقع، اخ كيصف فيها الاخت ديالو بآله حاده يعني بالجنوي بواحد الطريقه اللي هي بشعه، حاولت مسكينه انها تهرب منه مره ومرات هنا في مدينه في النواحي ديال بوسكوره، ولكن شاء ان هذا الجاني هذا وهذا المجرم هذا ان يرديها يعني قتيله بلا رحمه ولا شفقه. معنا مشاهدي قناه شوف تي في الجاره ديال الضحيه فاطمه، الله يرحمها مسكين مسكينه، والله الله الله يوسع عليها يا ربي ضيقه القبور، اللي غتعطينا واحد الشهاده في حق هذه السيده هذه. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام اختي، معك فوزيه التوني من دوار الغابه السوال المطريفيه، انا جاره الضحيه. بارك في راسك اختي. الله ما يمشي معك بس الحبيبه ديالي، كانت واحد الانسانه الضحيه، زعما انا كنهضر دابا على الضحيه. اي الضحيه. واحد الانسانه بحكم هي اللي كانت ساكنه حدانا. ساكنه حدانا، يعني تصور انك انت مراه ما كتهش فيك العين، فما بالك انا مع راجل اخر، يعني حشوميه لاقصى درجه، مزيانه ظريفه لاقصى درجه، خدومه. يعني في المحطيتيها كتخدم مع الناس سنين. مع الجيران مع كل شيء، اداب ايدك في عرس في قرح في اي حاجه، يعني كانوا عايشه هي وراجلها على قد المستطاع، حنا عارفين الناس راه الطبقه الفقيره راه كيفاش عايشه وداك الشيء. فين كانوا عايشين اختي؟ من دوار؟ دوار الغابه السوال المطريفيه، قرب سيدي رحال. ايه سيدي رحال الشاطئ، يعني كانوا عايشين بخير على قد المستطاع. في لحظة يعني سوء تفاهم غيوقع ما بين الزوج والزوجة، غتجي هي يا غضبانة على ما عرفتش شنو سوء تفاهم اللي وقع. لا سوء تفاهم، ولكن يعني عادي ماشي شي حاجة، ماشي شي حاجة شي ضربها ولا شي حاجة. لا لا ما كيحطش يدو عليها، ولكن غير الهضرة والكلام ديال الرجال ولا في العيال شي حاجة. كاين هذه راه ولينا عادي، الناس عندنا عامة هذه ماشي يعني. وجات هي غضبانة لدارهم، شهادة لله، يعني الزوج ديالها لدرجة أنه ولا كيدور في الدوار وكيبكي مسكين، كيطلب في الناس في الجيران بعيد قريب عاودوا معايا جيبوا معايا مرتي. جابوا عمامه جابوا خواله جاب الجيران، ما خلى اللي جاب مسكين. كيلقى دائما الرفض من طرف الام ديالها، بالضبط الام ديالها، لا ما تمشيش ما تمشيش ما تمشيش. شحال مده هي جالسه في دارهم؟ يعني راه قبل رمضان. قبل رمضان؟ قبل رمضان. وكان تيجي عندهم وما كيبغيش يطلب، لدرجه كنا تجمعنا حنا الجيران كاملين وكنا باغيين نجيو عندها. اييه. حتى كيجينا اتصال هاتفي من عندهم كيقول لك اللي جا غنصفيوها ليه. بلا ما تجيو بلا ما ديروا، راه هذاك الشيء اللي في بالكم ما عمره غادي يكون، باش تقولوا احنا بنتنا غتمشي تما كاينه، بنتنا ما غاداش تمشي تما كاينه. اللي كنحكي انا هو كيقول لك انايا مشيت عندهم كنت كتلفت نظره وكتقول له والله لا ديتيها ولا ديتيها، لا عمرها كانت لك. يعني حشومه وعيب. نصح لكل الوالدين، نهار الاول عطيتي بنتك عرفتي لمن عطيتيها. يعني سبب هذه الجريمه الوالدين؟ الوالدين. انا كنقول وشهاده لله ان الام ديالها هي السبب في هذا الشيء. علاش؟ جا عندك خطا عاقبي باي وسيله. وراه الوالدين هما اللي كيردوا العقل لولادهم. ها نعم ماشي يعني الا ما كانتش هاد الام وهاد الاب هما اللي غيردوا العقل لبنتهم او لراجل بنتهم، شكون اللي غيرد شكون اللي غيرد لهم؟ ما كاينش حبيبتي، ما كاينش حبيبتي اللي غادي يرد لهم القلب سوى الوالدين. انا ما كاينش هاد الشيء كوبل انه ما كيختلفش. واخا امتى بدات الخلافات على وديت هاد الشيء؟ وهما يعني راه عارف التخاصمه هذه فجات ولا راه عارف التخاصمه هذه، يعني ماشي شي حاجه ماشي شي حاجه اللي يعني
كاينه اساسيه غادي تبنى عليها يعني خلاف. شي انتقام ولا شي حاجه بحال هكا؟ لا 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 ما كايناش، حنا عايشين معاهم تما، كاينه راه خلاف بسيط. شوفي فين مشى دابا؟ قلت العقل دابا انت كتقولي انا ما نصيفطكش، شوفي دابا فين صدقتي الام؟ صدقتي دابا بجوج دفنتيهم، واحد صيفطتيه للحبس جوج، وواحد دفنتيها تحت التراب، زرا واحد فوق الارض وواحد تحت الارض مسكين، وواحد ثاني ضحيه ثاني، والزوج الثاني نهضروا عليه حتى هو مسكين اللي غيولي عاود ثاني يمشي في الزناقي ويزيد يبكي، والوليدات غير كانت غير كان مخاصم معاها وكان كيبقى يبكي. قلت لي اما دابا قسما بالله قسما بالله لدرجه انا ملي كيجي عندي للدار كيبدا كيبكي، انا كنبقى كنتالم لداخل ديالي. شفتي قبيله كتبكي؟ كنشوف هنا في هذيك اللحظه، يعني علاش علاش بغيت نعرف علاش علاش تزوجتيها انه بالاول حاجه تستاهل؟ ما كاين حتى شي حاجه اللي غتستاهل، وصافي يكفي واخا تكون ديك الحاجه كتستاهل الحبيبه ديالي، يكفي انها ولدت ثلاثه، كنراعي على هذوك الوليدات ولو ما تولدش كاع صافي، ردي للعقل لبنتك، رد العقل نزكاها. واش نتوما كتزوجوا ولادكم باش ترجعوهم عندكم، ولا كتزوجوهم باش يستقروا ويديروا حياتهم؟ دائما انا راه عندي بنت، دائما كنخلي القرار عندها، عجبك الحال بقاي، ما عجبكش الحال هذا ربك كاينه صافي. والمراه هي كانت باغا راجلها ها نعم، وهي كانت باغا، شوفي كتبغي كتحمق عليه هو فاطمه، هي كتقول لك احمد دائما. تصور لك النعيف شي فرح كتقول لهم غنيوا لي على احمد، يلا يعني الله يرحمها ويوسع عليها، يعني باش تعرفي هاد درجه الحب اللي كانت بيناتهم. فحشومه وعيب عليك تتصدقي دابا دفنا بنتك، كون خليتيها عفشتك راك دائما كتشوفي فيها دابا، وخليتيها مع وليداتها. هذه يعني انا كنقولها للوالدين كاملين، ما تدخلوش في حياتهم. دابا بأي وجه غيشوف فيكم والدي؟ واش بأي وجه غيشوف؟ دابا ما غاديش، دابا أنا كنتسائل بعدا بأي وجه غيشوف ذوك الوليدات وكان هما سبب أنهم يتموا ولادهم؟ دابا أنا هادشي دابا أنا اللي كنتسائل فيه، جاية قبيلة وكنتسائل فيه، كنقول دابا هذوك الوليدات كيفاش غيشوفوا في جداهم وفي خالهم وفي جدهم وفي وعائلتهم كاملة، يعني كيفاش غادي يشوفوا في هذاك؟ واش غادي يبقاو مازال غادي يجيو؟ واش غادي يبقاو؟ تصوري أن البنت يعني بحال اللي سبقها لها البارح أنها ما تعشاتش، هرست التليفون بنتها الكبيره في عمرها 14 عام، اي هرست التليفون كتقول ما باغاش نتعشى، صافي تقفلت ليها. ولدها كيقول لي بابا، عمره ما قال لي اديني عند ماما، حتى البارح قال لي بابا بغيتك تديني عند ماما نشوفها. يعني حشومه وعي. انا بعد شهاده لله راه هذيك راه هي كانت ضحيه ديال الام ديالها، ولا اله الا الله، والله يرحمها ويوسع عليها. اما السيد راه ما عندوش منها شي تعب، راه بكتافه، شهاده لله، راه ما غيبت حتى واحد معايا في قبري، راه شهاده لله.